لا شنو صوره شنو. كل عام وانتم بالف خير مشاهدينا، ايامكم سعيده وان شاء الله يا رب يعود عليكم بالخير والبركه، وان شاء الله كل ايامكم افراح وسعاده. هذا العيد اليوم حلقه جديده من برنامج سكه فرح وضيوف جدد، راح نبدي الحوار وياهم من هذا المكان، وحوارنا ان شاء الله يكون جميل وخفيف الظل عليكم مثل ما هم خفيفين الظل مثل ما عودونا دائما في برامجهم وفي اعمالهم الفنيه. راح نبدي اولا بالفنانه الجميله، الفنانه صاحبه الاطلاله الراقيه والجميله والخفيفه، من نقول برايكم الفنانه ميلاد سري. صلي. اهلا بيك. اهلا بيك. كل عام وانت بخير. وانت بالخير، وان شاء الله هذا العيد عيد الخير والبركه على كل العراقيين واهالينا. الجميع يا رب. ان شاء الله. شلون زين اليوم؟ الحمد لله. اليوم احمر وعيد. عيد غير معيد. والله معيد اليوم، بس خطيه ضيفنا الثاني ما ادري وين قاعد. قاعد. ضيفنا الثاني من اهم النجوم الشباب اليوم بالوسط الفني خاصه بالدراما العراقيه. هذا الضيف وضع بصمه كبيره جدا. طبعا يعني هو شاب ومن جيلنا فكبر يعني معنوياتنا وكثره. خلينا نشوف علي نجم الجميل باعش وشوش قد حلو باعش مزعلكم الله يخليك. قاعد اقف هنا. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله عيد سعيد ويعود عليكم بالخير والمحبه والسلام على الجميع. يعود على كادر قناه الرشيد، القناه الصديقه، القناه الحبيبه. ان شاء الله يعود عليكم من ابداع الى ابداع، على الشعب العراقي اللي نقول سعيد ان شاء الله، دائما يكون سعيد بايامه ان شاء الله. على كل الشعب العراقي الخير والمحبه والسلام. وعلى الجميع ان شاء الله وعليك. انا بالنسبه لي اخر اليوم ابيض وسمائي واليوم لعب لعب اليوم. راح نبدي ويا ميلاد. ميلاد انت من يوم ميلادك لليوم شلون تشوفين العيد؟ شنو اللي صار؟ اكو فرق بين من ولادتك لحد اليوم؟ ماكو فرق، لان بس انا عيديه. بس ما تاخذين عيديه؟ هسه اخذ من زوجي بس قبل انا عيديه، لحد الان انطي عيديه، يعني انطي بيت اختي، انطي اخويا، انطي امي، انطي. حلو من تنطين عيديه؟ حلو حلو، هو يوميا ياخذون، بس هي ما ادري العيد لازم تنطي، ما ادري شنو السالفه ما اعرف. ميلاد ولا بلوز اطلع هسه من زوراء يخافون. لا يقولون صراحه، يقولون علي اقل واحد ينطي عيديه. أنا؟ ما عرفت. طبعا احس نفسي صغيره لحد الان. لحد الان؟ على شنو اطلع عيديه؟ لا كبرنا واصبحت بانه التاريخ يعيد نفسه، مثل ما كنا احنا ناخذ عيادي. عيادي وارجف. عيديات، فكبرنا هسه حاليا يعني. هسه انتم تنطون عيديات؟ نطلع عيديات طبعا، هو هذا تاريخ مثل ما يقول يعيد نفسه. زين. علي هاي الفتره الفنيه من حياتك، انت بديت مشوارك يعني بصغر سنك. اعتقد هذا المشوار الفني اللي يعني خلاك انت بنجوميه وانت بعدك بعمر صغير، هذا بعدك عن الاجواء الشبابيه اللي كل الشباب يقدرون يمارسوها، يروح للزوراء، يروح للالعاب، يمارس طقوسه، انت عندك صار انه انت نجم لازم ما تقدر تمارس مثل ما بقيه الشباب. انا اعتقد دائما اسوي ابديت بعلاقاتي ويا اصدقائي الشباب ويا روحاتي للزهراء والمطاعم. انا اعتقد النجوميه اللي انت تسولف عنها، انا ما اقول عن نفسي انا نجم، بس الظاهر انتم تشوفوني نجم. لا انت نجم. يعني اخذها مو من باب التواضع، عرض التواضع انا ما اعرف يعني اشوف، بس يعني ما انقطعت عن الاجواء اللي كنت عايشها. النجوميه ما سلبت مني اي شيء من علي نجم. حلو. يعني انت حاليا ويا الشباب مثل ما هو علي نجم، يعني بالعكس هي طاقه يعني علاقتي ويا الشباب باصدقائي. نعم. من الصغر. نعم. اصدقائي بالمعهد بالكليه مستمر وياهم. جميل. ابو المحل راس الشارع بيت جدي، يعني كلهم دول يساعدون في ديمومه نجوم. حلو حلو. لعد ليش ميلاد تتخوف الذهاب الى الاسواق؟ تتخوف منو قال؟ ما اعرف. لا لا اني الاسواق اطلع، مطاعم اطلع، لكن مو كل الاوقات. المراه مو مثل الرجل. نعم. يعني الشاب النجم يقدر يطلع، بس احنا البنات نوبات منحرج. يعني انا اطلع ويا زوجي جوز ما اقدر، لا اقدر اكل، لا اقدر اخذ راحتي. لا. نعم. هو يقدر ياخذ راحته، فابتعدنا بانه نطلع عائليا. إذا أريد نوبات نطلع مثلاً أنا وسمر، أنا وسوسن،
نريد نقعد بمطعم، نريد نقعد بكوفيه، وهم صارت قلة يعني، طلعاتنا صارت قليلة بسبب الأوضاع، نوبات نقول نخاف أو نقول هذا الأوضاع ما هذا موضوع نجومية أنه الناس تلتم وهذا هذا هذا يعني محبة. أنا أريد أعرف إيجابيته من سلبي. لا لا بالعكس، إحنا عندنا جمهور جميل جدا ومتابع الحمد لله، بس قلت لك إحنا قمنا نتقيد لأنه مثلا أنا أطلع ويا زوجي أرد أخذ راحتي، هذا أرد أخذ صورة وهذا، فما تقدر تقول له ما أخذ ياك صورة، لأنه عيب من يجي على فنان إن صغير ولا كبير تقول له لا أنا ما أقدر أخذ ياك صورة، فأنا أشوفها عيب. فقمنا نقلل طلعاتنا ويا العائلة على مو من الحرج، لكن من نطلع وحدنا تختلف. جميل. مثلا نطلع أنا والبنات لا تختلف، خلي يجون ياخذوا صورة، لكن ويا العائلة شوية نتقيد. أكو حذر يعني. أكو مو حذر، لكن اكو خصوصيه. الشباب يردون ياخذون صور بس جوز رجلي ما يقبل اني قاعده وياه، يعبر عن اعتذاره يعني يقول لك وما عنده شيء. انا اكيد 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 هو معذور يعني، هو معذور اي اكيد طبعا. بس ما النجوميه لا، هاي دعه احنا منو؟ احنا بشر. طيب اكيد اكيد خلي شوي نقترب من علي اكثر من حياته الشخصيه. علاوي منو اكثر جمهور بالنسبه لك، البنات لو الشباب؟ بنات. اي عيونك خضر. انا الشرف طبعا البنات ان صديقاتي. خجل خجل لا ما اخجل ما اخجل. هاي مره اكو بالمنطقه فراح ابتعد عن فقال لابني ذاك اليوم قال له تعرف تمثل انت مثل ابوك؟ لو تستحي قال لا والله انا ما استحي. فما يعني ما اخجل من هذا الموضوع لان انا نيتي صافيه بجمهوري. جمهوري من البنات اللي هن اخواتي وصديقاتي وعزيزاتي، جمهوري النسوان الكبار اموت عليهم لان الحجيات مالتنا. يعني مرات اقعد يعني اتقصد من هدي اقعد بصف الحجيه لهذي تبيع حامل تبيع، انا اصلا في منطقه شعبيه قاعد. فجمهوري بنات شباب عجايز والشباب. افتخر من يشوفني شاب ويكون من جمهوري من معجبيني، جدا افرح لانه شاب صعوبه يحب شاب، ممكن يحب يعجبه ممثلة. بس انا من اشوف شاب ينعجب بيه والله اخليه على راسي وافتخر اكثر من يعني مو افضله على غير جمهوري. اكيد اكيد احنا نعرف جمهوركم واثنيناتكم. الان احنا نوقف بين نجوم صراحه، لابس اصفر ولابس اصفر وراح اشر هسه بقى اخضر وانتظر الاخضر زين. بصراحه النجم اليوم النجم العراقي له تاثير، واعتقد الدراما العراقيه قدرت توصل وعندنا نجوم قدروا يوصلون. ونتمنى انه الكل نجم عراقي هو بفن العراقي باصالته يقدر يوصل لكل المناطق العربيه. اكيد نعم. احنا اكيد عندنا ما نريد ندخل بهذا الموضوع، عندنا مشكله باللهجه شويه صعوبتها وهذا يعني هذا موضوع اخر، لكن نريد نعرف قبل ان ننتقل من هذا المكان الى مكان اخر، نريد نعرف كلمه من حضرتك حتى نعرف شنو بداخلك هسه انت باجواء العيد، شنو تتمنين تسوين؟ تصعدين ذاك الزورق هاي الشجره سكه الموت روحي موتي وحدك. احنا ملحقين عليها اليوم، راح تروحون للالعاب ونشوف هناك. اتمنى هاي الاجواء تبقى جميله وتبقى الناس طالعه وفرحانه وسعيده بدون اي ناغصه تنغصهم، لان هو عيد الله اكبر. نعم. فاحنا نتمنى من كل الاطفال وكل العوائل تفرح بهذا العيد وتطلع وتطوب براحتها، وان شاء الله نكون عيد سعيد على أكيد. كل أكيد. العراقيين أكيد. يا رب على الجميع ان شاء الله. علي ما عرفت شنو تتمنى؟ أنا منيتي دائماً وكل لقاء أقول الأمن والأمان على العراقيين. نعم. يحفظون أدعو من رب العالمين أن يحفظ شبابنا. جميل. شبابنا الحلوين اللي اللي يتحملون ما تحملوه يعني لازم. هل يرتاح شوية؟ شبابنا والله يا بني والله شبابنا يستحقون الراحة. نعم. والله يستحقون الراحة وداحتيها من كل قلبي، يعني أقول بجاه هذا العيد بجاه الأنبياء والأولياء بأنه الله ينظر الشباب العراق، لأنه شباب العراق حرامات يعني الله محمد وعلي اللي راح حلو اللي هاجر حلو حلو. بس انا اقول حرامات قلبه يخفق من خوف البحر، حرامات ما يستحق الشباب. الان احنا سولفنا شويه
راح ننتقل لمكان اخر باسئله شوي خفيفه ولطيفه، لان ورا الاسئله اللطيفه والخفيفه هاي لا يعني هاي ترحيب بيكون مجرد اريد بعد اسئله خفيفه ونشوف نختبر قوتكم بالاجوبه. طبعا الاجوبه سهله بس الملاعب شلون راح اسئله امتحان يعني خواف زين لا الخواف هاي بالمرحله الاخيره نشوف منو خواف هذا من هسه اقول لك هذا خواف. اذا مشاهدينا راح ننتقل الى المرحلة الثانية والى مكان اخر ونسولف ونسأل ضيوفنا. خليكم وياي. روح انت. يلا روح انت. انا شنو بقيت وحدي؟ بلال. قديمة يعني هسه ذاك المطابخ علاوي كلش ارتاح يا معودين كافي يا معودين وقفوا لنا اياه هسه ما اعرف الكيو من كل الجمعة اول ايه اذا كافي كافي تونستوا صار لكم ساعة بس اذا مشاهدينا رجعنا وياكم بعد ما ضيوفنا شوية فرفشوا ويا الأغاني علاوي ما أحكي لكم بالكواليس سوا طبعاً المهم إحنا هسا حالياً راح نرجع ونرجع للأسئلة بس ما أدري الأسئلة وين طبعاً علاوي يمك علاوي بايقها علاوي طلعها الأسئلة يعني طلعها الأسئلة ياسر الأسئلة ضميتها بجيبة أنت مدير الامتحان وزاري ياسر ما أدري الأسئلة اطلب فلوس طبعا عندنا اسئله لضيوفنا اسئله خفيفه حتى اذا تشوفها ما راح تعرف شو القصه زين بيش نبدي؟ نبدي اكو سؤال صعب كلش خلينا نشوف اول شيء ميلاد ليترك؟ اي هذه يراد له شويه علميه ويراد له شويه الارجنتين ليش ما يقدرون يزرعون بها التين؟ لانتيني مكان واحد مو زين يعني ارجنتين تين لا لا هذا لازم تعرفوه سؤال علمي سؤال مهم جدا ثاني يعني مو علمي تجاري سؤال ادبي سؤال اقتصادي ليش ما يقدرون يزرعون تين بالارجنتين؟ ليش؟ اي ما تقدرين تجاوبين لا علي اعتبرني نزلت لان الارجنتين من الدول اللاتينيه ما يصير فيها تين هسه اعتبرني انا ضحكت اخوان انا ضحكت بشوف الشباب شو يحبون يشربون طيب خلي نعرف شنو اول اسم طفولتك؟ الدلع ميمي ميمي علاوي لا لا علاوي قلت انت لا لا والله قلت علاوي علاوي هذا اسم الدلع؟ اسم الدلع علاوي طبعا حلو اسم الدلع؟ طبعا طبعا هو كل اسم دلع طبعا حتى مرات اذا صحوا له اذا صحوا له ابو صنديحه هم يعني فاسم دلع حلو طيب شنو يعني لك اسم الدلع حاليا؟ هذا وقت وهذا نفسه بقى ميمي بس انا متى شو تحسين من بس انا صح له مامو حلو انت تصح لي مامو كاظم القريشي يصح لي مامو بس انت تصح له مامو الباقي كله يصح لي ميمي بالبيت يسموني مجموعة هم من المين ما رحنا من المين هم المين اي والله مجموعة ما ادري هاي مجموعة خلاص يقولون قمة الادب قمة الادب انه تدق الباب قبل لا تفتح الثلاجة هاي قمة الادب ايش ادب؟ خلوا علب اللي طشر زين قمة الذهول شنو؟ قمة هسه احنا قلنا تبقى الباب تفتح الثلاجه هاي يسموها قمه الادب قمه الذهول فشي مذهل بعد ما دقيت الباب وعلى مود تفتح الثلاجه ترجع شيء حلو لا مثلا يجي كسب تصير عندك مخايب قمه الذهول لا قمه الذهول انه اكو واحد يفتح لك اياها من جوا يطلع لك ارجع زين
عريمات شيء. يعني اكو بريمات هسه ماكو اي ثلاجات لك يقول لي ما عندك اكثر من هالاوراق يعني المشكله هاي كل حرف فيها سؤال. اها اي فانت ما راح اعطيك اياها ما راح ما صدق انا قريتها حاولت ابد فيه ما اقدر. اي طبعا الصوت اعتقد المحرك والهذا دي افتر حتى اريد شويه بس ما يقدرون الصوت ما يقدرون الصوت ما يقدرون صوت ناقص. طيب زين اسالك فرق بين الصحراء وايام الاسبوع والموس. فرق؟ اي شنو الفرق بين الصحراء وايام الاسبوع والموس؟ كل الحارة لا كلها تجرح. لا شنو الصحراء تجرح؟ اي حارة من الحار والرطوبة الصحراء. اي والموس وبعد شنو؟ هو ايام الاسبوع. هاي شلون؟ يلا شلون؟ اقول لك هاي من جايبها؟ اه شلون؟ الصحراء ما بيها احد. اي طبعا. اي في حين ايام الاسبوع بيها احد. اي صح لو لا؟ صح. الموس هسه الموس شنو؟ الموس بيها احد يد، بيها حد يد منا ومنا. يعني يعني انت عاد مصير كوميدي على على الحشيش. يعني تدرون انه مسوي حد الايجر بدك تلعب. المهم انتم من تقدرون تجاوبون على الاسئله؟ اي لا هذا كان كلش ما جدي بس انا اشمرها وانت اسال. زين هاي الاسئله راح نشمرها بالمويه. اي يبقى انا قريب راحت الاسئله عمود لا حد يبوق. اي طيب هسه نبدي وياكم باسئله اخرى. اي انا ادري شنو محضر علي حضر السؤال. اي يابا حياه سعيده بالمناسبة العيد. الدهون هذا تقول عليه حيوان. هذا الدهون هذا الدهون. بالمناسبة اكو شخص بكركوكي يربي تمساح. اي انت تربين حيوانات؟ اي شنو؟ عندي بزونة. حلو. بعد؟ احبها وعندي طير الحب. والله؟ زين شلون مشكلة طبعا بين البزونة احنا دائما نخاف من البزون لين نخاف من طير الحب او لا مو طير الحب يعني خلته فوق معلم علاقتك فيه قوية للبزون؟ اموت عليه والله؟ اموت على شيء اسمه بزونة. حلو. اي مسميتها اسم البزونة مو حرام بالبيت. اي يعني لا انت مسميتها اسم لوسي. حلو تعاملين وياها متفاعلة وياها علاوة انت مالك علاقة بالحيوانات؟ اه ايه يعني يعني بس يعني انا كل شيء احب اشوفه فتره يعني النوع ليش ليش دائما مثلا الشاب هسه البنات ايه؟ من يربون بزون ما حد يحكي وياهم ايه؟ يربون اي نوع من الحيوانات لا لا هم يحكون على البنات يصير فد نوع من الدرى بلا بديتك مو صحيح. زين ليش الولد من يربي طيور مشكله تصير؟ ايه هو الولد يربي طيور يخلي شويه يسد عيونه من الجوهريه. انا على فكره كنت احب الطيور كلش وكنت يعني اربي طيور من يقولوا لي اقول ما نزينه بس انا طير. زين علاوي كنجم اليوم شاب شوي خليه نقترب من الجديه شوي. انت نجم شاب اليوم هاي النجوميه اذا قسناها بالمستوى العربي شباب بقدك قدروا يحققون يجوز نفس نجوميتك هم خدمهم الاعلام العربي. انت ما خدمك الاعلام العربي انت فقط الاعلام المحلي صح لو لا؟ اي صح. ايش قد تقدر يعني تقارن نفسك بفنانين شباب من جيلك في العرب؟ يعني ما يمكن ما افهم سؤالك او انت ما نقدر نقارن ما نقدر لا. نقارن لان احنا نعم داخل بغداد يعني شوف بعض اكو دول مثلا انا اقول لك ايران رحت اني ايران نعم. معروفه بايران انا ليش؟ لان اكو عراقيين متابعين في القنوات العراقيه بعمان وكذلك. علي نجم هو شاب ظهره ويا بنفس يعني المستوى نفس اقول لك نعم. اقول لك بانه يعني مواصفات الممثل العراقي نعم ابد ماكو نسبه ويا الممثلين العرب عطائهم. شلون؟ بس ما مستغل الممثل العراقي يخطب الممثل العراقي يتحمل الممثل العراقي يضيف للشخصيه جميل الكاتب المؤلف يعني الممثل العراقي متواضع جدا، الممثل العراقي اول درس يتعلمه يحب الفني. حلو. ويتواضع ويا الفني ويصعدون اثنيناتهم يرتقون. طيب. فالممثل العراقي بمواصفات انا احكيها والله احكيها ولحد اخر يوم عمري احكيها. الممثل والفني العراقي نعم. هو افضل بكثير من الفنانين العرب من, من العرب نعم. وحتى نعم. العالميين. طيب. بحاجه انت اليوم خلال هاي مسيرتك بحاجه الى عقد في عمل فني عربي؟ لا لان انا لو اريد كان طلعت واجتني دعوات
أنا حتى بسوريا بالمناسبة ما اشتغلت. حتى بسوريا ما اشتغلت. ليه انهاجرت الدراما قصدك؟ يعني اي يعني كدراما أنا ما اشتغلت. شنو السبب؟ بقيت ببغداد ما طلعت ابدا، يعني طلعت أبداً. مجرد افادات لا اكثر ولا اقل. تحبين بغداد؟ طبعا طبعا. حلو. لكن انا اذا يجيني عمل شخصيه جميله يجيني باحترام حلو ممكن اوافق عليه. ليش؟ احنا كنا نريد نوصل للعربيه ونوصل للعالميه ونوصل ونقدم ونشوفهم العراقي هو شنو. حلو. زين، لكن انت ما تجيك على حلقتين او ثلاثه انا ما اسميها فرصه. نعم. لا أنا هذا السؤال بصراحة، وبس أنت وصلتيني إلى سؤال أنا بسأله لعلي. علي يعني اليوم شفنا أكو فنانين جتهم فرص كبيرة ومهمة، لكن أكو فنانين مهمين عندما نريد نذكر أسماء لكن جتهم فرص مو مستواهم وراحوا فيها، هاي شو تقول أنت علي هذا الموضوع؟ يعني هاي وجهة نظرهم ويعني شيء خاص بيهم. بشكل عام شوفي النجومية من نعم. توصل للنجومية بسهولة جدا، بس شلون تحافظ عليها؟ حافظ عليها بعلاقاتك. نعم. حافظ عليها باختيار الشخصيه. اذا انت جبتك شخصيه انت تمثل شخصيه، مجرد انه ما اشتغلت موسم او موسمين خلاص تتنازل راح اشتغل اي شيء يجيني. لا غلط، هذا التقشف الصاير هسه. نعم. اللي 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 غاث ومؤثر على كل المجالات. نعم. على المجال الفني اصدقاء من اصدقائي اول ما صار التقشف شيء سافر شيء قال انا اشتغل اي شيء يعني. ما تحمل. لا النجوميه يراد لها برستيج، يراد لها صبر. نعم. يراد لها بناء. الفنان العراقي هو قليل يعني، والفنان العراقي لما يروح يشارك بعمل عربي يعني غير لازم ياخذ نفس ما ياخذ دور بالعمل العراقي ياخذ هناك نفس دور العربي ياخذ حاله المفروض ما يصير اني اروح والله على حلقتي ثلاثه. نعم. ضيفة شرف او ضيف شرف او ضيف شرف او قليله عندي حلقتين ثلاثه استثنائيه. ليش؟ اني نجمه ابقى. نعم. نجمه مثل ما انا نجمه ببلدي. نعم. اروح نجمه هناك يا اما هيك يا اما ما مستعد. طبعا اذا انت شابوش مثلا ما غير شابوش. نعم. نجمه وممثله مبدعه يلا دزوا عليك ليش تقدمين تنازلات بعد هناك؟ ما جميل جميل. علي نجم انت نجحت بالكوميدي؟ انا ترى ما مثلت كوميدي. لا انت دخلت ترى انا مثلت السرسري مثلت الكوميدي بس هو كان بي نوع من الكوميديا ما اعرف يعني انت تقول يعني لا لا ماني شهادتي مجروحة بيك كنت صديقي يعني بالضبط يعني أنا يعني أحب عملك ودائما أشوفك أنت نجم عندي نسبة مشاهدة عالية. لا أنا أحب بالتراجيديا أكثر. أصدقاء الممثلين يحبوني بالتراجيديا التراجيديا أكثر. بس الناس يعني أنا عندي جمهور للتراجيديا وعندي جمهور للكوميديا لهم حق يشوفوني بكل المجالات يعني. أنت بداخلك نجحت؟ مستعد تكرر عمل كوميدي؟ أي مستعد. مستعد؟ راح تشوف نفسك نجم كوميدي؟ لا الكوميديا ترى لها نجومها الخاصين واجيك للمسرح الشعبي لها نجومها الخاص اللي انا يعني جربت صارت عندي تجربه به. نعم. شفت نفسي بعيد جدا عن المسرح الشعبي والجماهيري. نعم. ما قدرت اتواصل به فقلت يعني انا احب انا اشعر بمحبه الناس. حلو. الله نعطيني صدق اشعر الناس تحبني بهذا المود او ما تحبني. فشفت نفس العالم او الجمهوري ما حبني ابتعدت ليش ارضهم يعني. طيب ميلاد شلون في المسرح؟ اخبط والله. ايه مغروره ميلاد. لا مو مغروره بس واثقه من نفسي. لو عيونك خضر مثل علي نجم جالس. لا عيوني باقي لي هيك سوداء احلى. لا 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 مو سوداء لا زرقاء. لا 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 ما اريد عيوني خضر. جميله ميلاد والناس كلها تحب ميلاد على المسرح. الحمد لله الحمد لله. اليوم الاعمال الاخيره شلون؟ جيده. زين. اذا كان على الجاد واذا كان على الشعبي الحمد لله يعني من الصعيدين اني الحمد لله طوافق. على فكره انا بالجاد كل الزين يعني يحبوني ال وقبل لك لا اقول لك بالتراجيدي وكلش حلو. المسرح يعني خدمه بس المسرح التجاري يختلف. لا بالضبط كل الناس يختلف. الجاد واحد انا اتونس من ميلاد سري. ميلاد سري اليوم يجيها قرار انه راح تكون محافظه في احدى الدول الاوروبيه. ما أحب. منو اول واحد للتصليم فيه؟ ما احب اكون محافظه. ما تحبين تكون محافظه؟ في احدى دول اوروبيه؟ ولا دول اوروبيه. تعترضين يعني؟ مو اعترض لكن اخسر هوايه اصدقاء فمن ابقى بمكان فيه اكون احلى. والله؟ ما احب المناصب بالمناسبه لا داخل العراق ولا خارج العراق. حلو. لانه انا اعتقد اللي ياخذ منصب راح يخسر كثير من الاصدقاء.
زين الفنانين دخلوا اكو عملية سياسية، كل واحد له رأي. أنا ضد هذا الموضوع. طيب فنان تبقى فنان. ممتاز. علي نجم تقدر تدرب المنتخب العراقي؟ اقمز اقمز اقمز. بما انه انت انا اقول لك خليني اقول لك مؤهلاتك. انت عندك مؤهلات؟ اي شلون؟ اول شيء عيونك خضر. اول شيء انا اول طويل برعم طويل انطرد من نادي الزورة. شوف نوارس مرادوك. اي والله فقمت اشجع القوى الجويه. انا هذا السؤال بس اريد اعرف بصراحه علاقتك بالرياضه، شنو علاقتك بالرياضه؟ انت تشجع المنتخب؟ اكيد المنتخب تشجعك لان هذا واحد، هذا موضوع ثاني بعيد عن الرياضه يجوز، لكن انت تحب الرياضه، تشجع نادي معين، تحب لاعب معين؟ انا احبها بس ضغط ينزل. انا احب المنتخب العراقي اكيد. احب كل مبدع عراقي. احب كل مبدع يقود وجهنا قدام العالم، احبه واشجعه واكون كاي يعني كاي معجب، اصغر معجب انا بيهم. يعني كلش افرح بيهم. حلو. شنو يعني خلينا نقول اغرب شيء سويته عند ما فاز المنتخب في اي لعبه؟ يعني يفوز المنتخب سوي شيء غريب؟ يعني نزلت بوست بالفيسبوك فرحت. أنا يومي أطلع يعني أكثر الأيام أطلع لها الأشياء وهاي، فشاركت عائلتي فرحة الناس. حلو. خليتهم بالسيارة طلعت فريتهم، شافوا العالم شلون فرحانين. جميل. أي عشيتهم صرفت فلوس وهاي. تصرف. ما المشكلة أنت تصرف بس ومعشيهم وهذا، لكن ميلاد يقولون أصدقائك وصديقاتك يقولون ميلاد صعب أنه تصرف وتدفع فلوس. أنا ما أحكي. شو تقول علي؟ أنا شو أقول بعد؟ راح نغرق هكذا أحكي بأفضالها. لا ميلاد من النوع اللي أنا شهادتي بيها مجروحة. أيه. ميلاد صديقتي الصدوقة. ميلاد اللي تقرب عليها كلش يحبها. يعني أكو واحد مثلاً يقول لك ميلاد ها متعجرفة، ميلاد لا. ميلاد للأمانة أنا يعني بشكل خاص وبشكل شخصي ويا جمهوري اللي يشوفني. نعم. أسولف لهم إذا أردت يعني أقول من ممثلاتنا العزيزات، طبعاً أنا كلهم محبوبات وكلهم ما عندهم شيء فقيرات. حلو. من الناس اللي أحبهم أنا وقريبين على قلبي يعني أعتبرهم أكثر من أخوت أكثر من صديقة. ميلاد. حلو. يعني أكيد أكيد بعدك يعني. هذا الشيء متنفس جدا. وين النقطة اللي تقولين فيها هذا خط أحمر؟ قميصنا. عند أي قضية، عند أي منطقة بحياتك تقولين هذه خط أحمر؟ أختي خط أحمر. خط أحمر لكل الناس تقوليها؟ لكل الناس. وزوجي خط أحمر لكل الناس أقولها، لأن هاي خصوصية تخصني أنا. نعم. يعني أنا ممكن يحجون وياي، ممكن بعض الأحيان صار بيناتنا صداقة وتليفونات، لكن عائلتي خط أحمر. حلو. هاي خصوصيتي أنا. هاي حياتك الخاصة. حياتي الخاصة ما أحب حد يدخل بي. أكيد. فأنا أقول دولة خط أحمر. شو كنت يصير وجهك أصفر؟ وأنا أصفر. منا كذب على ماركي. لا وتطلع تشمله لو ما تطلع تشمله هي هاي المشكله. انا البارحه دا احكي ويا صديق، هم صديقي وصديقك هو، فدا اسئله على قضيه معينه، قلت له شنو علي نجم علاقته بالايدز شلون هي المشكله، هاي المشاكل شلون يتلافاها؟ صراحه ذكر لي غير كلام، انا ما اريد احكي، انت تحكي انت ليش تخليني احكي بعدين؟ لا احكي. لا ما احكي. بلا انا احب احكي. هذه مشكله انه الفنان عادة الأهل يعني ما يستوعبون. جو سمعت ما ردت أكد عليه. ما يستوعبون. لا كل هذه القضية. إذا تحب تجاوب عادي. لا. يعني مرات ما يستوعبون إنه هذا نجم، ممكن إنه معجبات، ممكن إنه يتأخر بعمله، يتأخر. هذا شلون أنت؟ أنا أعاني من هاي المش. طبعًا هو. بالتالي اذا تحسبها هو حب زوجتك لك بانه حرصا عليك ليش تتاخر. نعم. حرصا نعم. عليك ليش دق تليفونك هواي. انا من نوع تليفوني ما يدق هواي يعني ما يتصلون بي طبعا هواي. لانه صامت 24 ساعه. انا الطبيب صامت والله ما عندي مشكله، بس انا اكره صوت التليفون. ما احب التليفون، انا ما احب التليفون. عندي مشاكل تبدي يعني تطفي بمرور الزمن. من زوجتي يعني كانت عندها غيره غار. نعم. كانت الضوج ما تعرف شنو اقولها مره ثانيه، ما عندي محل مال موبايلات مثلا حتى اخلص شغل واجي اتغدى واخذ هاي العصرونيه من ايش يصحوا لي. صح. انا فنان هي من حقها، لكن هو هذا مو بيدك. يعني انا اذا قعدت ويا ميلاد او قعدت. نعم. ويا اصدقائي الممثلين شي جر شي شي جر شي بعدين. صح. احنا شغلنا ديمومة. نعم. العلاقات. أكيد. فمدى تعرف هذا الشيء زوجتي هذا الشيء، بس
الباقي فشي راقي. حلو 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 يا رب هذا حياتك كلها يكون راقية وان شاء الله. لا تتفهم اكيد ميلاد هذا بس عند الرجل الفنان لو المرأة الفنانة هم لا انا الحمد لله انا رجلي ما اعاني منه من هاي المشاكل. اول شيء لانه انا تزوجت انا فنانة فحكيت له قلت له انا عندي اصدقاء عندي كذا عندي جمهوري يعني عندي بالفيس كذا يعني انا لازم ارد عليهم عندي وقت ما هو هذا التحسس لكن يتحسس مثلا اكو بعض الناس مثلا بالفيسبوك ساعه 2 بالليل يدق عليه ايه يعني هاي مشكله. حلو حلو صح مشكله هذه صح. اذا احنا بصراحه الكلام شوف ايش بالتلفزيون عبالي تقاعد الكلام وياكم كلش حلو كان الله يسلمك. بس انا دا احس انا دا احس دا تحس انه علي يحاول ما اعرف عجب الوضع هنا ما اعرف انا جدا عجبني بس احنا ما نريد ناذي المشاهد العراقي صوت الماكينه مال المحرك والهاي اخاف يعني يضوجهم فاعذرونا احنا نريد نشوفكم هذا البحر تركيا بس بحر بغداد. خلينا ننتقل لمكان اخر احسن ونروح للالعاب ونشوف خلينا نلعب صار لي هواي ما من الزعتطه يلا خلينا نعيش اجواء العيد ونشوف الناس الفنان شلون شو يسوي بالعيد. لكن سؤال اخير لكل شخص بالعيد بعد العيد شنو راح شنو العمل اللي تقومين فيه؟ والله كل شيء ماكو راح ابعد بالبيت. لا والله اي حاليا ماكو يعني ماكو شغل ما عندي فد مشوار ما عندي لا لا عمل. هو بس المسرح نعم ومن المسرح نرجع للبيت. دراما ماكو؟ لا حاليا دراما ماكو لكن انا دا اتمرن على المسرحيه للتخرج مالتي ان شاء الله مع هالفن الجميله. ميلاد عندها مسرحيه سمير رميس يعني اليوم بدها تنعرض وباكر اعرف 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 راح تقوم انت باي عمل بعد العيد؟ انا ارجع لوظيفتي اداوم دوام رسمي يعني ننتظر الاعمال الجايه ننتظر المشاريع الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني بحق هذا العيد بانه يتنفس هذا البلد ان شاء الله ان شاء الله يشيلون التقشف ونشتغل دراما نشتغل دراما ان شاء الله. خليكم ويانا مشاهدينا ما اعرف اكو ميوزك لو ماكو ادريك فرقص انا ايش علي علي بيقول علي 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 شنو يعني انت اصفر صرت بهاي اللحظه هسه راح ما بعيني هو اللي يرقص هسه رجلي من ذكاء اسرع علي راح اتصفق عليه ورقص عليك وين هاي هاي على بلا ايش ذاكو 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 هيت هيت هاي شبيك علاوي بردان لا ادري على شبيك خايف مو عيب رجعنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل وبعد ما رحله اللي رحلناها بالقارب زين هذا زين بالقارب وكانت رحله ممتعه واسئله واجوبه جدا جميله من الضيوف هسه شويه ما ادري واغاني هم قمت ترجف ما اعرف شو القصه علاوي انت بس بخير علي خاف على الان صار ربع ساعه كل ساعه يروح علي وقت كاني مشجع انا اشجعكم زين هسه احنا الان يم الالعاب انت قويه لحد الان طبعا كل تصريحاتك طبعا بهذا البر انه انت متمكنه من القضايا هاي وكل الالعاب ما عندك مشكله فيها اصعب لعبه تريد اصعبها اصعب ديسكفري اصعب تصعدين اصعب ما عندك اي مشكله علاوي ديسكفري علاوي قوم يمشي لا يعني عيب واحد يعني يتجنب رب العالمين يقول لك احذر يعني لا ليش احذر يعني هسه لعبه يعني العنصر النسائي راح يصعب الكبر عيني ما احبه شنو تسمين انت ما اقدر لا لا يعني مو لا يعني شنو لا عندك اي شباب ما جاء لا عش تصعد وين تريد انا بعدين راح يشوفوني المشاهدين وين صاعد يعني انت عندك لعبه ببالك هاي مميزه كلش مو اموت علي هي ارقى شيء ارقى لعبه راح يشوفني المشاهد الكريم انا صاعد زين حلو خوف حلو لهنا هسه اوكي انت حددت مصيرك اي طبعا راح نختار كل واحد لعبه اي بما انه علي رفض ديسكفري راح نختار اصعب من عندك
اصعب من عندها راح اي اوكي راح تشوفون شو راح نشوف اولين. زين بما انه نخلص هذه اللعبتين بعدها اكو لعبه ثالثه راح نحدد بها سباق وهذه اللعبه هي اللي تحدد منو راح يفوز. زين بس قبل هذا الشيء هذه اللعبه انت برايك انت اليوم عندك مسرحيه وعند يعني هاي خشبه المسرح يراد لها ممثل مرتاح شنو يعني انا مرتاحه راح تساعدين ديسكفري انا احب كل شيء صعب بعدها ايش راح يصير بيك ما يصير بيك صدقني يعني راح نشوف مو احنا قبل هيك اكو ضيوف لا 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 هم قالوا هيك وبعدين قالوا اكيد خلي عود زونا خلي نشوف علي خلي نشوف منو يلحق بالاخير زين قبل ما نروح لل قصالك مجاي للالعاب هوايه شنو اول ما دخلتي شفتي العاب وهذه الاجواء اجواء العيد والناس فرحانه جميله جدا العاب تخبل خالي بي حلوه علي انت تجي للالعاب انا لانه اجيب ابني عبد الله دائما بس انا اليوم فرحتي خاصه والله علي هم سبع مثلك هيك يصعد بكل العاب لا عبد الله سبع عبد الله ابني اسمع بعد من عندي والله لا بس فرحان والله بالشباب والاخوات والاعزاء يعني فرحانين ومحتفلين حلو هو العيد حلو اجواء حلوه دائما هو احنا نريد العوائل كلها تفرح حتى برنامجنا الهدف من عنده هو سكه فرح ننشر كل الفرح للناس حتى اللي يشاهدونه شوي على الاقل يقلل من لا كل من شيء حلو ما تبيها جايبين العاب من برا حلوه حلو العوائل قاعد تجي بيها لان صار المنفذ الوحيد اللي تجي العوائل تقريبا تقريبا يعني تقريبا تجمع العوائل كليتها من المحافظات ومن بغداد ومن كل مكان يتعنون الى الثوره حلو واحلى شيء بيها قال لي سكه الموت جديده سكه فرح مو سكه الموت زين شنو علاقتك بشعر البنات؟ احب اموت عليه من انا جاتني قبل جاتني شعر بنات اي شعر البنات يعني هسه لازم نجيب لي شعر بنات؟ ما ادري الكادر احنا عندنا عمر هو مسؤول على شعر بنات ما اصعد هاي عمور يدبر لنا شعر بنات ما ادري من يمكن ذاك يبيع ذاك اي زين هسه راح يجيب لي شعر بنات جيب لي مقص هسه اجيب له شعر بنات لا عيني قهوه طولت هذا شعر البنات دائما البنات يحبوا له بس ما اعرف شنو القصه وايش اسم شعر البنات يعني من الصغر احنا نحب هاي يعني هو شكر ولا شيء بسيط يعني لا تجي عليه هو كلش بسيط بس تحبوه بس احنا نحبه يعني أنا من أكل أحس نفسي رجعت 15-20 سنة أكو قضايا يعني كانت سابقا يمكن علي شاركني بالرأي ما أعرف أكو قضايا كانت إلها خصوصيتها وإلها أيامها الخاصة طبعا هسه أعتقد صارت أنه بأي وقت كل الأيام موجود هذا سلبي لو إيجابي قضايا مفرحة لو أي قضايا يجوز الألعاب يجوز إحنا قبل كنا ما نشوف الألعاب بس بالعيد بس بالعيد هسه اليوم أنت بجزء منطقتك أكو ألعاب براد شارع أكو ألعاب أنا مع هذا الشيء مع هذا الشيء طبعا شكرا جابي شعر بنات هاي لا مو لك بس ان شاء الله ظاهر اضبط زين فاني مع هذا الشيء بالعكس خلي الناس دائما مستمتعين خلي الناس دائما بمود الفرح حلو بمود الالعاب على مود مثل ما يقول العين تشبع حلو العين ما يقلل من اهميتها بايام العيد وايام المناسبات هاي طقوس انولدت ويانا من ايام ولادتنا طقوس العيد واحد وطقوس الايام العاديه واحد زين زين شوي رجع لي ورا مو المخرج انبح صوته وين رايح يا معود انا هسه قلت لك حصلت شعر بنات عمود لا حد ياخذ منك زين هسه احنا ما نقدر نسالها قلت لها شعر بنات يلا بس قبل شعر البنات كان كلش صغير هل قدوته ايه هسه كبران يلا كبر ما شعر اكثر واحد من اكثر واحد كان يجيب لك شعر بنات انا اشتري انت تشتري ادري من كنت طفله هم تشتري لي لا يعني من بديت بالمدرسه بمتي يعني اشتري شعر البنات طبعا اقول لك انت بالمدرسه شلون تنتي هم يعني انوثه لا لا ولد 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 والله يا زلمه انا ولد شوف لا 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 والله ولد لا تعرف لا لا اردخمت لا لا بعد ترى ما تعرف لا عاد يصعد ولد يصعد مقاص ويصعد سكبري انت هسه هاي ظلت ببالي طبعا خلي هسه احنا بما انه شعر بنات موجود انا بما انه انا لقيت عيني انا لقيت شعر ولد حبيبي كل عام وانت بخير زين حبيبي احنا خلي مشاهدينا راح ننتقل لاجواء اللعب ونشوف هسه منو القوي ومنو الشجاع اللي راح خلي نشوف الانسان البسيطه راح تختار ديسكفري والقوي راح يختار لعبه هو مع اقوى ما علينا عنها راح تشوفوها بعدين أأمن يمك شعر بنات أنا شوية ضعيفة مع شعر البنات لا يخالف بس لا هواية
يلا مشاهدينا تشوفونا بالديسكفري. صلاح بس تعال وياي، اريد اشوف علي نجم وين هسه. بالله ميلاد صعدت، بدي اشوف هذا ميلاد. هاي ميلاد، تعال وياي هسه، اريد نعرف علي نجم وين. علاوي، هاي شنو علاوي؟ هاي شنو زي علاوي هسه ما صعدت ندري هسه شوف تعال 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 خلينا نشوف هنا. تعال هسه شوفها هاي الرجفه بعدها بيك علاوي. لا لا بدي يرجف. اخذي راحتك اخذي راحتك زين، بس خلنا نشوف ايش راح يصير وراها. زين شنو انت متغداية؟ مرتاحة مرتاحة اوكي يعني الامور اوكي. ميلاد عندك هسه وقت تقدرين تغيرين تنزلين، انت عندك وقت تقدر تصعد. ايش قد الوقت؟ ثواني ثواني؟ ايه لا عبالي العقب باكر ورا العيد ماكو امل تصعد؟ لا صديقي ترى والله ما اخاف، بس اخاف من العواقب مالتها وراها. يعني شنو؟ يعني تلعب نفسي اوقع تنكسر يدي بعدين منو بعد. لا لا هي هذه اللعبه مامنه كامله طبعا اكيد وما بيها اي مشكله، لكن هي المشكله انا احب متعه المشاهده. احب متعه المشاهده. هاي من الحركه هلا. لا اذا اذا بس ميلاد ترى اذا هيك هي اصعد هسه. اذا هسه اذا بس هيك تشيلي اللي وراه شنو؟ اكو شيء بعد وراه طبعا طبعا باحه بدت بدت امزين. سلم لي. والله شوف شوف شو اشوف يعني المساله طبيعيه. المساله طبيعيه طبعا كل شيء العافيه بده داريج. جت يا قريبه صارت. راح تجي راح تصير هنا. معقول هاي طبعا. لا انا ما اخاف من شيء، لا ما اعرف هاي خوف ولا. صلاح يا معود شوف لنا البنيه وين راحت؟ ميلاد وين ميلاد؟ بس خل اشوف الرياكشنات مالتها. علي عندك علي نجم. هاي ما هاي هاي لا المشكله وين الساعه؟ هاي بقايا ساعه يجوز هسه بقت بس مي لا تتحرك بس بيه ساعه بيه ساعه. حلو حلو خلي نروح هناك خلي نشوف ايش راح يوقع من هناك. خلي نروح تعال خلي نشوف. ما ادري يعني هاي اللعبه اللي خلصت ميلاد من اللعبه شوفوها. خلي بلال يحكي لكم صار فيها. علاوي بعد يلا تعال بعد بيها حيل بعد انا اريد وانا انا خسرت مني. لا لا علي اريد اللحظه تنزل بيها شوفوها. اي اريد اللحظه اللي تنزل بيها شلون راح اوكي تنزل. اوكي هيك تسوي اوكي بس شوف اللي حيصير فيها. اي خلينا نشوف شلون افتحها. باوع احنا جاهزين. ميلاد ما سولف راح تنمطل بالقاع طبعا ما بيها شيء. تقدرين تمشين بس 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 من هنا راح تجي. يلا نزلي لو انت صدق تحبي من شعر بنات. نزلي ما تنزلي ما تقدر. هسه نشوف بابا هسه يبين هسه يبين عندك وين الله وتخجل وتفشل. هسه راح تعبر منها اجي. لا احتمال تجدد. علاوي علاوي تخسرت. اي بس لا لعبتي اقوى. اي اي لعبتي اقوى. انت لعبتك اقوى اقوى طبعا جريئة. لا اللعبة ما تراد لها يعني شباب بس شوفوا الخطية. هاي صاحب الساعة منو؟ صاحب الساعة منو وقعت له ساعة؟ هاي ساعة وقعت ساعة وقعت علي نجم. جتي 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 مبروك مبروك وعشتيدي مبروك. وانا شفت خايف عليك كلش هواي. لا لا وخايف على الناس اللي وياك. بس اكيد هي اللعبة مؤمنة. لا لا ميلاد ميلاد لا لا اكو شغلة ميلاد شنو كان يحتاج للعبه اللي ساعدت بيها؟ علاوي يحتاج لها جرأه؟ طبعا يحتاج لها قوه؟ يحتاج لها قوه وجراءه بس طبعا انا غير بلال قال لا تصعد عم تصير الحلقه هيك بيها واحد يخاف ايه واحد يخاف انا بلال قال هاي يعني انت ما تريد تصعد وتخاف قضيه اخراجيه ترى اي طبعا باوي مو غابي باكر عندي يعني شغله التصوير وهاي بعد انا مو عندي مسرح هسه عندها مسرحيه هسه راح تروح للمسرح شعر بناتي هذا شنو؟ هذا مالتي؟ هذا مال شعر البنات حتى تقدرين هذا صار بتقشف شوية صغار صدق ليش هيك؟ معدنا ابو الاضاءة شوية يحب زين علي راح يصعد هسه علي بلعبة أكثر حماس وأكثر خطورة نطلع كيف ويحتاج لها جرأة
ويحتاج لها قلب ميت. واني ادري ايش رايها صعب. يعني انت شقد خفتي منها؟ مو خفتي منها؟ هذه؟ لا ذيك اللعبه. اللعبه مالتي. اي تقوم. بس انا اختاريتها شوي. اختاريتها شوي اسهل. بس اسالك سؤال واحد. فخلتها يم لا لا اسالك سؤال علي. شنو هاي النقطة قلت لي انه هاي اللعبة يحتاج لها تعامل، شنو تعامل؟ شلون ويا من؟ تعامل مع راح تشوفوه. خلي نشوف. خلي نشوف علي دمرني بالحكي، خلي نشوف. امشي يا ميلاد امشي. علاوي وينك انت؟ ما اصعد لعبه اكسر بيها قوة. تشوف القوة؟ اكسر بيها خشوم. تشوفون القوة؟ طبعا تشوفون القوة؟ جرأة؟ انت تقول لي صايم. هذا طبعا هو السر بشعر البنات. شفت القوة مالته هنا؟ طبعا شبيناها هذا مال البطاي. يلا علي روح. يلا علي. يلا علي روح. الله معك. الله معك. انطلق علي. دير بالك علي. شوفوا الخيال. خيال. شوفوا الخيال. خيال. شوفوا هذا الفرس. شوفوا الفرس من تركب على الفرس. شنو برنامج صباحي؟ هو لسه على هاي اللعبة. باع شو راح اصعد؟ هيك يصعد. هو نزل. هو نزل. لا ما حد صعد. هيك اصعد. هكذا. علي دير بالك يا معود. علمنا القوية. ايه. هاي لعبة أمينة. وحلوة. قولي لي دير بالك. ساعات تطشر. علي دير بالك علي. لا شوفي شوفي شلون راح اصول علي دير بالك يا معود لا بتاكيد وداعتش مثل الطاولي زين راجع نفسك غيرها لا اسالكم نيه تصعدون خزيتنا منو علي عندك 5 ثواني او 10 ثواني تقدر تغير ليش اغير تتراجع شغله زينه لي ليش اغير ليش اغير سيطر شغله مسترخي وكيفي حتى اقدر اقعد هيك هاي شنو هاي علاوي؟ هيك مستحيل والله اعرف كل شيء اقدر حتى باع شلون اسوي لها هيك بكل شيء ماكو حلو بس لين واقفه بعدها ما اشتغلت ايه هسه شوفها من تشتغل هسه من تشتغل شو يصير؟ بدلها الهاية ليش تريدين حصان ابيض؟ زين مش الخيال الله وياك علاوي روح وين هذول؟ تردون صدق؟ اندار رازي صارت بيدوخه بيدوخه والله حبيبي علي انا اشكرك مو هذه انا اشكرك شكر منك كل شيء هواي لانه ما خجلتني ووقعتني سلامات علاوي كل واحد يصعد لعبه حسب قناعة يلا علي انا اركب هاي مو مثل قبل ميلاد تركب ايش تخوف كيف نرجع بلال شوف اللي فيها كزين كان خيوط يعني اكثر شكرا قلبي كان يجي علي اسد تعال شوفي علي اسد باع الاسد قوي خفت عليك عناوي شفت الحصان الاحمر قلبي قام يوجعني علي يعني ليش اختاريت هذا اللون هذا الحصان العربي الاصيل شو عليك لا خلي لا طيب وقتك وين سلم هالنفايات الحصان دخل لا انا عندي يعني ظاهر مشكله بابني الوسطى هيك يعني بعدين قبيتها عليل ايه والله العظيم انا مريض كبرت يا ابو كبر صديقات علاوي 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 شاب علاوي شاب الان مشاهدينا شفنا المنافسه وصلت الى ذروتها يا ذروتها وينك واصل ماكو اي منافسه زين بس نعتبرها منافسه كل قوي مما لديهم فرحون انا فرحان بهاي علي قدر يصعد اخطر حصان طبعا بالمناسبه ترى مو عبالكم نفس الحصان اللي يصعدون فيه طبعا لا مختلف تماما هذا طبعا اكو سر بيني وبينه اكو سر حتى اقدر اكمل اسيا وحتى مو اي واحد يقدر يصعد بهذا بس علي قدر يوصل المرحله دي مو طبعا هلا يا متوعد اسبوع الاغاني يا طبعا انت حتى انا وصيته قلت له عليك كيفك شويه لا تقول هذا مو صح اذا مشاهدينا ما بقى الا ننتقل الى مرحله اخرى حتى نحكي بيها شويه بجديه يلا ترى ما بقى لان الالعاب الالعاب فاز بيها علي علي فاز علي فاز عليك علي خلينا ننتقل مكان اخر احنا اصدقاء قولي اوكي بجدية. قولي اوكي خشمي مشاهدين بس خلينا ننتقل
الى مكان اخر ونسولف ويا ضيوفنا شويه بجديه. يلا تعالوا. بلال عيني مشاهدينا هذا البارت الاخير، هذا الجزء الاخير من برنامجنا، راح نحكي فيه شويه ويا ضيوفنا شويه بجديه. انا ما اقدر اروح. شنو الجزء الاخير؟ ها تبقين؟ اي اي باقي. هي بس هي عندها مسرحيه واحنا على مود راح نختم، واحنا على مود نختم. زين؟ اذا مشاهدينا نكمل حوارنا مع ضيوفنا ونبدي هالمره، كل مره نبدي ويا ميلاد، خلينا نبدي شويه هالمره ويا علي كافي بعد. علي. ماكو فرق انا ميلاد ماكو. علي اكو قضيه عند الفنان، قضيه الدور. هذا الدور عند الفنان احيانا، احنا طبعا هي مو بس على المجال التمثيل، وانما اغلب المجالات اليوم يعاني الممثل، يعاني المطرب، يعاني الملحن، يعاني الموزع الموسيقي، يجوز حتى الاعلاميين، انه الدور ما يجي كامل. اكيد الدور ما يجي كامل، يبقى الجهد على الممثل شلون يخلق من عنده دور مهم. هذا تعاني من عنده؟ اي طبعا، احنا انا كممثل اذا كنت حريص على عملي وحريص على الشخصيه اللي اديها، نعم. اكيد انا اضيف الشخصيه بالتعاون مع المخرج، بالتعاون مع المؤلف، بالتالي ارجع على نفسي انا بعد شنو اللي اقدر اضيفه انا حتى تطلع الشخصيه بصوره جيده جدا. نعم. تجيني على مساله بانه الشخصيه تجي ناقصه بالكتابه، نعم، اقول لك موجوده، لانه ننقصنا احنا موضوع اسمه، ما عندنا صناعه نجم، ما عندنا تجيب ميلاد سري، هاي ميلاد سري صارت نجمه يعني ممثله زينه، ما عندنا واحد يكتب الميلاد. صح. لا يكتب خياله، المؤلف يكتب خياله هو. صح. ما اقول لك احنا ما عندنا مؤلفين، لا عندنا مؤلفين. هذا هذا بدوره راح ياثر على الممثل طبعا، يعني تعب الممثل اكثر، وين يجيك شيء هو جاهز، خلي لمسات بسيطه، خاصه يجوز الممثل يجوز ما عنده امكانيه يضيف على الشخصية. والدليل اكو ممثلين مثلوا واندثروا، نعم، اكو ممثل اللي يظل يعني يقاتل الشخصيه ويضيف لها للشخصيه مستمر. طيب. بس بالطموح. طيب. اقول لك لا مو بالطموح، يعني المفروض تكتب شخصيه للممثل. شلون تختار ميلاد سري؟ شلون تختار الشخصيه اللي تأديها؟ اقرا الناس، اي اذا عجبتني الشخصيه واقدر اضيف لها واشوف راح تخلي بصمه عند المشاهد. حلو. هي اهم شيء تعجب المشاهد، تقدم له شيء، لانه من عجبه خلاص، بس احنا بالشارع ينادونه باسماء الشخصيه، اذا حب الشخصيه اللي انا دا اقدمها. زين. فلهذا السبب اقرا الشخصيه، ان عجبتني اشتغل، ما عجبتني ارجع الناس. زين، انت من تختارين الشخصيه اختاريتي اي راح تضيفين من ميلاد، لو تضيفين كشخصيه شايفتها انت موجوده، يعني اليوم انت مثلا فرضا شخصيه طبيبه، هذه شخصيه الطبيبه انت ما تعرفين، يعني تاخذين من الطبيبه الموجوده بالواقع اللي تعيشه. شايفين دكاتره هوايه. نعم. شايفين دكاتره، تاخذين من هاي الشخصيه. طبعا تاخذ، اي طبعا اكيد. نعم. تاخذ شلون تحكي، شلون تتكلم، شلون تفحص. طبعا هذا كمثل يعني. طبعا لا اكيد. نعم. ككل شخصيه. نعم. لازم اكون، لان احنا في اليوميه شو هسه بالشارع هسه تباوع على هذا شخصيه. طيب. ممكن تاخذ منه حركه، تاخذ من هذا حركه. منو اكثر شخصيه اثرت فيك؟ أكثر شخصية أثرت فيها هي شخصية مرام، مرام ونوماس بأمطار النار. أمطار النار كانت شخصية حلوة. كانت شخصية جميلة جدا ومؤثرة، والناس كلش حبتها، وأنا بالنسبة لي حبيتها لأن شيء مختلف عن كل اللي قدمته. حلو حلو. علي نجم، أكون صريح وياك، أنا من أشوف أعمال علي نجم صراحة أشعر بسعادة. اول شيء بيض وجهي كشاب، الله يسلمك، كاصدقاء احنا جيل واحد بالضبط، اقول انه احنا جيلنا بنجوم يقدرون ياثرون من الشاشه. قوم قوم خلص على النهايه، قوم زين. علي نجم من يتفرج ويشوف اعماله ويشوف نفسه بهاي الشخصيه، شنو شعوره، شنو يقول داخله؟ طبعا احنا كل شخصيه ناديه، هي الرضا عن النفس هو شيء غير صحي، حاله غير صحيه. لا كل شخصية بها أخطاء أتعلم بالشخصية القادمة ما أكررها. طيب توصل إلى مراحل بأنه قل أخطائك،
تكون قليلة. الشخصية يعني أنت لما تباوع علي نجم يمثل دور، هذا الدور تقدر أنه تقول هذا مو علي نجم، هذا دور فلان؟ أزيك شلون يعني؟ يعني هذا الدور ما أخذ دور محمد. إيه. أنت تشوفه محمد لو تشوفه علي نجم؟ لا هو طبعا تشوفه، لا انت شلون لازم تعمل عملك الكامل تعمل على ان تشوفه محمد. حلو. عوف علي نجم. انت من تشوفه شو تشوف؟ انا اشوفه، انا شو وقت ما تشوفني اضحك، انا ابكي على مشاهدي. حلو. ابكي من اشوف مسلسل، يعني حتى والدتي بالبيت تقول لي شو مو انت اللي ممثله؟ اي اقول لها تفاعلت ويا 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 خليل مثلا، شخصيه خليل. نعم. تفاعلت ويا اسامه، تفاعلت اتفاعل ويا اشوف نفسي. من اشوف مسلسل كوميدي اللي مثلته. نعم. اضحك على روحي اقول يعني معقول انا ايش ذا اسوي؟ حلو. فاذا انا متجرد من شخصيه علي نجم. ممتاز. خاله متلبس بشخصيه المكتوب. هي هاي الدراما الحديثه؟ المفروض بالسابق مثل ما قالوها. نعم. يعني الكتاب القدامى ستانسلافسكي قالها. نعم. الكتاب القدامى قبل يعني في العصور الوسطى في الحديث هو التقمص للشخصيه. حلو. انت تجي تلعب الشخصيه، اعتقد انت تدارسها مع حد وجسمه. نعم. يعني تعرف الشخصيه تلعبها، الشخصيه تتقمصها، الشخصيه تكون بيها انت. فهذا موجود منذ الازل ولحد الان. حلو حلو. ميلاد حاليا تدرسين؟ شو هي؟ شنو طالعك مال؟ انا جابتني هسه عمي بس نخلص تصعدين بعد. يلا ماشي. الوقت انت غير وقتك يعني شو نسوي؟ نجيبك باكر ان شاء الله باكر في ايام العيد، العيد ما يخلص بعده. وايام الله كل عيد ان شاء الله. ايام الله كل عيد. نتمنى هذا الشيء حقيقي ان شاء الله ان شاء الله. ميلاد شلون الدراسه بالنسبه للفنان؟ شنو تاثر عليه؟ شو تاخذ من وقته؟ تضيف له؟ لا هي ما تاخذ من وقته لانه. نعم. هو الوقت محدود مع الفنون الجميله من الثنتين للخمسه. حلو. وهالسنه راح يصير للسته ما شاء الله. اي هالسنه راح يصير، هالسنه هوايه اكو اختلافات بالمعهد راح تصير يعني. زين. فهذا وقت محدد للدراسه. ايش قال؟ هو مو راح لا هو ما ضافني لكن علمني اشياء، ولا انا تجي بال عدا على المسرح وعلى التلفزيون انا صار لي قرن. اي والله لو تجي كل شيء تعلمت نظري. عملي 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 قرن شنو تجي تدش ديناصور قرن؟ اي يعني صار لي هوايه زين تعلمت. انا اول ما بديت مسرح زين يعني الشهاده برايك انه هي مجرد هي تضيف للفنان كثقافه مثقف ومدارس. يعني هي تسقل الموهبه. الشهاده هو سلاح الفنان، هو سقل للموهبه، هو يعني تحكي براحتك تقدر تتعلم شغلات. انت موهوب اوكي ميلاد طيب مبذله كبيره. طيب طيب. بس من تكون عند قاعده عنده قاعده اساسيه. خلي نختم لكن سؤالين سريعه. اجابه سريعه. اكثر شيء ندمان علي نجم؟ ما متندم على كل شيء ابد. ما اتعلم من حياتك. اتعلم من اخطائي. ما شيء ندمان عليه. اكثر شيء تخافين من عنده؟ الله. جميل. اذن انا اشكركم على اليوم حضوركم وياي وتعبتكم كلش هوايه واخذت من وقتكم. عندكم اعمال انا ادري وكلش اشكركم، لكن بالنتيجه هو هذا المشاهد. الله يسلمك. احنا نريد شغله. احنا نريد شغله من عندك. ايه. بانه احنا الثلاثه الموجودين ان شاء الله احنا نتمنى امنيه خاصه وعامه. نعم. بانه ينصر جيشنا البطل ان شاء الله. وينصر ان شاء الله. الحشد الشعبي ابناء الحشد الشعبي ان شاء الله. ويفتح بوجه شباب العراق كله ان شاء الله. نتمنى هذا المسرحيه كلها تجي المسرحيه. مشاهدينا الكرام الوقت انتهى والجماعه يريدون المسرحيه. خلي اقول لكم في مال الله.